احنا هنا نتكلم باسم منظمة المهندسين الموريتانيين الجيولوجيين العاطلين عن العمل في هذا البلد. هذه المنظمة تم إنشائها، تم تأسيسها يوم 5 شهر 1 2020، تضم جميع المهندسين الموريتانيين في مجال الجيولوجيا والمعادن، وهدف تطمح أساسا لحل مشكلة البطالة وإيجاد حل نهائي وشامل للمعاناة اللي يعانونها في هذا البلد اللي يزخر بثروات معدنية هائلة، مستفيد أكبر منها إيواجع وهو الأجانب. استبشرنا خير وأملنا كبير في النظام الجديد، نظام الشيخ الرئيس محمد بن الشيخ غزواني اللي الشباب صوت له والشباب أملوا فيه أنه هذه البطالة يعدلها حل جذري ونهائي. نحن كشباب موريتانيين ندوروا عندنا طموحات، من ضمنها أن نشاركوا في مسيرة بناء في هذا البلد، ونحن عندنا مثلا كفاءات علمية وكفاءات مهنية محتاج لها بلدنا، وعندنا قناعة على أنه ما هو له يتطور يكون إلى هذا الشباب لهم أعطاهم حقهم، شافوا ذاتهم ويشاركوا في مسيرة تنموية للبلد. ولاحظوا أن المسابقات بعدلت، مسابقات ما كانت ما ورعت فيها الشفافية ولا الكفاءة، وإنما اللي ما فهم إرادة صادقة كانت اللي مثلا يوظفوها الشباب. تنقبل مثلا مسابقة وتنطرح لها 3000 رقاش وينقبلوا منها رقاشين والله 3، ولا تنعطى معايير شفافة كي مثلا حد شهادته قديمة يسبريما يقولوا لك مثلا لا حد شهادته جديدة، خاصة هم القادمين هم اللي حصلوا على أكثر تجربة ومعيدين أسر ويعرفوا الواقع أكثر من مثلا. إذا نريد نطالب إيجاد حل جذري لمشكلة الشباب الموريتاني. نحن شباب موريتاني تقريبا 60 رقاش، 60 شاب، واشتغلنا مع شرائك أجنبية عاملة في البلد وفيها شيء مثلا مازال هون وفيها شيء مشي. نلاحظوا أيضا من تلاعب الشرائك الأجنبية العاملة في البلد، خاصة الشركات المعدنية والمنقبة وشركات الاستقراج، أعلنها ما هي ملتزمة بقانون مرتنة الوظائف، حيث أعلنها الموريتانيين ما جبروا البوست اللي كانوا يستحقوا، وبالتالي ما أخذ اكتتاب جديد. إذا من هذا المنبر نطالب فخامة رئيس الجمهورية ونطالب حكومة الوزير الأول إسماعيل والبدر الشخصية أنه يجبر لنا حل جذري لمشكلة البطالة، خاصة الشباب، خاصة المهندسين. ونحن مسيرتنا والتحركات اللي نعدوا تعود سلمية وفي إطار حفظ النظام والأمن العام، لأن نحن أولاد موريتان ومصرين وعندنا قناعة جذرية، أعلن السلم هو أهم شيء يحتاجه البلد. بالتالي من هذا المنبر أرانا طالبين رئيس الجمهورية والحكومة أنها تجبر حل جذري ونهائي لهؤلاء المهندسين الأكفاء. إحنا ما نبقى نهاجروا، لأننا يعني نختاروا نخدم وطن ونختاروا نخدموا خدمة شريفة، ونحن ملي نحسوا بنا بوطننا وفي وطننا. ومن هون طالب جميع مهندسين معادن وجيولوجيا أنهم يلتفوا معنا ويتكاتفوا معنا الجهود وبطرق سلمية بإذن الله تعالى، ومطالبنا الشرعية الدور تجبر مثلا تجبر أذن واعية من السلطات المعنية، لأنها السلطات جاءت من أجل تخفيف مشاكل اللي يعاني منها المواطن، خاصة المهندسين والمهنيين وحامل الشهادات.